اهلا بيكم مره تانية. ما اجمل ان البدايه على مستوى الجوله الاولى يكون في خلالها موجود معانا الكابتن احمد مجدي علشان نتكلم بقى شويه كلام كوره حلو كده من اللي بنحب نسمعه منه. كابتن مجدي منور الدنيا، ازيك يعني؟ عامل ايه؟ اخبارك؟ وحشني. اخبارك ايه؟ وانت كمان كله زي وحشني، الفل الحمد لله، كله كويس؟ كله كويس الحمد لله. اخبار التدريبات ايه الحمد لله كله ماشيه الدنيا؟ كله تمام الحمد لله. الحمد لله. الدوري بدأ امبارح والنهارده اليوم التاني، واليوم التاني ده اللي كان فيه بقى الاهلي والزمالك وبيراميدز. فايه ابرز الملاحظات كده قبل ما نتكلم عن مباراه مباراه؟ والله يعني انا شايف ابرز الحاجات اللي هي ما بتتغيرش، التحفظات الدفاعيه او الفرق اللي مش عاوزه تخسر بسبب ضغوطات الجماهير مع ضغوطات الادارات، مع ان البدايات دايما مش عاوز اخسر عشان ما يحصلش دروب اول ماتش والتاني واروح ماشي. يعني دي اكتر حاجه برضو ملاحظها، مفيش ماتشات مفتوحه، مين مفيش اكتر فريق حسيته ان هو واخد المنهج اللي انت قلت عليه ده من يعني الست ماتشات اللي اتلعبوا؟ يعني مثلا ماتش الاتحاد واسوان حسيت اه ان الدنيا يعني اوي ماسكه نفسها قوي. يعني اه تحس ان مش بدايه الدوري كانت المفروض تبقى اسخن من كده، مع ان اه الفرقتين جايبين صفقات وعاوزين يعملوا حاجه كويسه، فالتحفظ الزياده على اللزوم دايما بيخليك هاني عارف، بغض النظر عن طرق اللعب او الكلام ده كله، في طرق لعب برضو فيها تحفظات كتيره جدا، بس فيها طرق ممتعه في التحولات الهجوميه، في اه الضغط، في طريقه معينه، في شغل معين، لكن في الاخر بتحس ان انت الفرق بتلعب انها مش عاوز تخسر وخلاص، عاوز الم نقط باي طريقه ممكنه، اه مفيش اسلوب واضح، مفيش اول الموسم وكل حاجه، بس انت عندك فتره اعداد بتشتغل عليها وبتحفظ اللعيبه بتاعتك. يعني سيراميكا واضح، واضح مثلا سيراميكا واضح ان الراجل دارس فرقته عاوز يشتغل بيها ازاي، وجاب ايوه الصفقات اللي هي تميزه عن اي حد في التحولات الهجوميه، لان كابتن حسام يعني مشهور جدا بالحته دي، حته التحولات الهجوميه، بيعرف يدافع كويس، وجاب اللعيبه اللي تقدر تعمل التحولات دي وقدر يكسب المصري بطريقه ممتعه، مش بس كمكسب، بطريقه ممتعه. فهو ده اللي في الاخر اه ممكن تلعب ديفنس، تدافع كويس ايوه في بلوك وتعمل تحولات هجوميه ويبقى شكلك بيبقى ممتع صح. ومبسوط وانت بتتفرج. انت استمتعت امبارح من لعب سيراميك كليوباترا قدام المصري؟ انا شايف التحولات الهجوميه بتاعتهم كانت هايله، بيشوط نعم كوره كويس جدا المصري، وطريقه كابتن ايهاب جلال معروفه اه وواضحه للناس كلها، وكابتن احمد سامي اكيد عارف الموضوع ده، وهو راح للحته اللي هو بيحبها. يعني يمكن بدايه الماتشات او بدايه كابتن احمد سامي مع المصري بدايه هو حاببها جدا، عارف ان اه كابتن ايهاب جلال اللي هو بيمسك كوره وعاوز يعمل اي بيلد اب من تحت ويعمل ويشتغل بتدرج الهجمه لغايه ما يوصل للجون، فعرف يدافع كويس في حتت معينه ويقطع في الطاقه الكوره، وعنده اه تحولات هجوميه قدر يكسب بيها، فهو هي البدايه كمان خدمته في فريق بيحب يلعب على الشغل دوت. الاهلي والزمالك ما اقنعونيش من وجهه نظري يعني الشخصيه، ولكن اللي في الاخر المكسب مهم، صح مش لازم، مش وقت من الاوقات هتبقى مش مقنع، مش لازم اخسر، اه يعني مش لازم ادي وحش بس اخسر او اتعادل، لا اه انا ممكن ادي وحش برضه واكسب، ودي في الاخر دي سمات الفرق الكبيره، لان مظبوط. دايما البدايات بتفرق كتير جدا على مستوى الثقه. يعني طيب هنتكلم عن مباراة مباراة سريعا كده، لكن نبدأ بلقاءات النهاردة. الزمالك حامل اللقب بيلعب قدام سموحة وبيكسب 2-0، وبعد المباراة طارق العشري قال أنا كنت صاحب ال 75% استحواذ على أحد، على أرجاء المباراة أو على تفاصيل المباراة، وفيريرا قال سموحة كان أحسن مني. انت شفت ازاي الدنيا وشفت ازاي سيرها الزمالك او كيف وصل الزمالك للانتصار بهدفين بعد الكلمتين دول من المدربين؟ والله احترم فيريرا جدا على التصريح ده، ان هو بي بي يعني ما بيجا ما بي ما بيجاملش اللعيبه او ما اه بيجاملش فرقته، وما بيجاملش كمان الوضع في المباراه كان ماشي ازاي. وفي الناحيه الثانيه كابتن طارق العشري كان عنده حق، وصل كتير للجون، عرف يخترق الزمالك كتير، والزمالك يعني بالذات لما تيجي تلعب ماتش مفتوح هاني حاجه من الاثنين، لازم يا اما توصل للجون كتير وتجيب اجوان اه وممكن تبقى مفتوح شويه في الحته اللي ورا، يا اما لو فتحت الماتش ما رحتش وما وصلتش لفرص ما انت يجيش كده عليك انت. بتنتحر كرويا، اه لان انت المساحات بتكبر والزمالك لسه فيه الآفة بتاعه الثلاثه المهاجمين اللي ما بيدافعوش، اه احمد سيد زيزو، على الجزيري، على شيكابالا لما بينزل، او اه الناس اللي بتبدا دايما ما عندهمش الحته بتاعه الرد بسرعه ويقفوا تحت الكوره ب 10 لعيبه والكلام ده كله، لا دايما الزمالك بيدافع بست لعيبه، الاربعه اللي ورا والاثنين ديفندرات، ويسيب اه الدنيا مفتوحه شويه. فانت في المساحات دي لو عن لو في فرق لو 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 كان سموحه جاب جون من الاجوان اللي ضاعت دي، كنت انت بقيت في ضغط كبير جدا جدا جدا، وهتجيب الاول اللي جبته ده عشان تتعادل بيه مش عشان مظبوط تكسب بيه. اه لكن في الاخر ستيل الزمالك مع فريرا فرقه قويه، تدعيمات انا من وجهه نظري الشخصيه ما تخشش بسرعه،
وانا كنت متوقع من ماتشات او بدايه الدوري واخر مباراه في افريقيا ان هو هيبدا بالناس اللي هي القديمه بتاعته، اللي هي خدت على الشغل وحافظ الشغل بتاعه وطريقه اللعب والكلام ده كله، عشان ما ياخدش وقت كبير. وخلي بالك فيريرا كمان دلوقتي بيفكر كتير في حته 3 4 3 ولا 4 3 3، مظبوط. دي برضو عامله حته التغييرات الكتيره في طريقه اللعب مع هو اللعيبه. ختم بأربعة في الآخر. هو نفسه يلعب ب 4 3 3، والصفقات اللي جت عشان تلعب 4 3 3، أيوه. لكن في الاخر اللعيبه القديمه اللي خدت على 3 4 3 وانجزت الوضع وخلاص حفظت الطريقه وعندها السيستم وعندها التحولات الهجوميه وعندها تعرف تدافع ازاي وامتى سيد نمره ما بهجمه تبقى مع الزمالك بيقدر يبقى باك وينج. فانت في الاخر هتبقى في حته حرب في دماغ فيريرا، لانه هو اصلا اوريدي بيحب يلعب 4 3، هو اصلا جه الزمالك 4 3 3، هو غير طريقه مظبوط. اللعب عشان الجزء الدفاع عن الزمالك كان بيخش فيه جوان دايما باستمرار، ايوه فغير طريقه اللعب. لكن آه. في الاخر ستيل لازم يعني ايه، عارف برضو اللعيب المصري الجزء التكتيكي لما بيبقى كتير اه بيدوق يوتر. بيوط اه بقى فيه اه مش عارف نفس كتير، مفهوم. فانت اثبت على طريقه لعب معينه واشتغل عليها بقى، سواء بتلعب ممكن تغيرها مره في وسط الماتش زي ما كان بيعمل السنه اللي فاتت مع فرق كتير جدا جدا جدا، تغيرها وسط الماتش، لكن بدايه تبقى خلاص محسومه للعيبه عشان اللعيبه تقدر تنفذ. يعني ايه اللحظة اللي فيها تفوق الزمالك؟ يعني امتى الزمالك بقى هو الأفضل علشان ياخد النقاط الثلاث؟ انا من وجهة نظري هي لحظات في الماتش، لحظات معينة، يعني لحظة. اللحظة بتاعت فتوح اللي شيكابالا اتحرك في الكرة صح، فتح دفاع سموحة في الهاف سبيس وحطها بالعرض قوية، الراجل ده لما يطلعها حطها في الجون، والجون التاني مهارة من سامسون، يعني راجل ضغط ضغط كويس جدا 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 وحط الكرة بيمينه، وبعد كده جابها على شماله يمينه تاني وحطها بشماله. هي لحظات في الماتش، ودي الفوارق الفرديه في الاخر، لان انت ليه الاهلي والزمالك بيتقال عليهم اهلي والزمالك؟ عشان عندهم فوارق فرديه. وقت من الاوقات لو انت غفلت دقيقه او دقيقتين مع لعيبه من الكواليتي ده هتلاقي الموضوع خلصان، لكن على مجمل المباراه لا، الزمالك ما تفوقش، لكن اي هو صح. تفوق في لحظات معينه في غياب تركيز مثلا من سموحه، مع مهاره من واحد زي سامسون، مع الضغط والكلام ده كله في اخر المباراه، لانه اللعيبه المدافعين مش متعودين الا في لعيب بيضغط ويحط اي جسمه وبتاعه والكلام ده كله، لكن في الاخر هي انا شايف انها لحظات معينه في المباراه. بداية يحلم بيها أي لاعب بيلعب لأول مرة مع فريق جماهيري، 12 دقيقة بيسجل جول بعد ضغط مجهود فردي، وقبليه كان يعتبر مشارك في الضغط على الهدف الأولاني سامسون. شفت إزاي بدايته؟ انا اللي لفت نظري حاجه معينه في الجون ده غير الضغط، يعني اللي هو لعب بشماله، وده نادر لما لعيب ايمن عنده الثقه بلعب بشماله، ان هو لو اي فرود طبيعي او عادي هيروح جايب الكره على يمينه تاني وراجع بيها، صح هيكون اتنين تلاته رجعوا عملوا تحول خدوا صح الكره او حطوا الكره في الكورنر او الاوت او الكلام ده كله، لكن اللي شدني غير الضغط اللي هو لعب بشماله، ودي ميزه مهمه جدا للمهاجم، لان مش كل كوره هتجي لك على يمينك، صح انت في اوقات كتير جدا بتشوف لعيبه الكره مش على يمينها، لا الموضوع خلاص باظ باظت، باظ. يبقى فبالنسبه حل التصويب انتهى. للمهاجم ساعات في اوقات بتلعب لمسه واحده محتاج ان انت تحط الكره بشمالك زي ما تحطها بيمينك، ودي اكتر حاجه لفتت نظري في الشويه اللي لعبهم. يعني طيب خلينا اقول لكم بالمناسبه الكلام عن النقطه دي، فالزمالك مباراته اللي جايه قدام سيراميكا كليوباترا، ولكن النهارده كان في حضور جماهيري كبير للزمالك، وكانت الهتافات من بدايه المباراه بل ومن قبل المباراه وحتى نهايتها بل وبعد نهايتها بشويه احتفالات مع لعيبه الزمالك. مسؤولو الاهلي ممثلون في الدكتور محمد سراج الدين عضو مجلس اداره النادي الاهلي واللي موجود كرئيس لبعثة النادي الأهلي في المملكة العربية السعودية للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد، والكابتن أمير توفيق مدير التعاقدات في النادي الأهلي، والدكتور أو الأستاذ طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، كلهم بأشكال مختلفة سواء بمداخلة تليفونية أو من خلال بوست فيسبوك أو من خلال ستوري على إنستغرام كتبوا عن نفس الأمر، وهي عن مباراة الزمالك مع سموحة النهاردة، عن الحضور الجماهيري فيها. تعالوا نستعرض البوست. الأستاذ طارق قنديل منزل: كل عام وأنتم بكل الخير، أول يوم دوري، وحاطط الصورة بتاعة الحضور الجماهيري هنا والحضور الجماهيري هنا، بيتكلم يعني على إنه الحضور الجماهيري للزمالك أكبر من المسموح بيه. المسموح بيه زي ما أنت عارف 6000 مشجع، 3000 لكل نادي،
هو هنا حاطط صورة مباراة الأهلي والإسماعيلي إن نفدت التذاكر، ولكن في الوقت اللي عدد جمهور الأهلي هو شايفه أقل يعني من جمهور الزمالك اللي مالي المدرج اللي هو مصوره في مباراة الزمالك مع السموحة. أمير توفيق نفس القصة، نشر نفس الصورة وعمل علامتين تعجب. دكتور محمد سراج الدين كان أكثر تفصيلا، فقال إن المشهد ده بداية كده غير جيدة، وإن إحنا هيبقى لينا موقف لأننا نريد إرساء مبدأ العدالة في حضور المباريات. هل ليك أي تعليق؟ انا ما اعرفش مين مسؤول عن حضور المباريات. في الاخر كل نادي ليه حق اكيد، اللي هو زي ما حد بيحضر، او الزمالك حضر له 6000، الاهلي يحضر له 6000، ده الطبيعي يعني. لكن انا ما اعرفش مين المسؤول عن الحاجات دي، مش بتاع يعني مش بتاعتي انا دي بصراحة. بص انا رايي يعني في القصه دي، لان انا خدت بالي في نهايه الموسم اللي فات ان العدد في بعض مباريات الزمالك، وسالت النائب احمد دياب لما كان معايا هنا قبل بدايه الموسم، قال ان يعني بنحاول ان احنا بنحاول ان العدد يبقى زي ما هو في كل المباريات. انا خدت بالي من ده، فانا ليه رايي بقى يعني، يا تتفتح كامله يا ريت، انا احب جدا ان كل المدرجات تبقى فيها جماهير، ده أكيد. بس ما دام انت محدد عدد فده يعتبر قرار لازم انه يطبق على الجميع، علشان ما يبقاش الجدل من اولها ان اشمعنى ده بيحضر اكتر من ده واشمعنى ده. انا اتمنى ان جمهور الاهلي يبقى مالي كل الاستاد، وجمهور الزمالك يبقى مالي كل الاستاد، لكن حطيت رقم ثبته وابقى حريص على تنفيذ القرار يعني. ما اعتقدش يعني الموضوع اكيد مش يعني مش مقصود يعني، قصدي مش هيجيبوا للزمالك 6000 والاهلي مثلا 400 2000 لا ولا مظبوط. 2000، لا اكيد لا يعني. ما اعرفش الاليه بتمشي ازاي، انا ما دخلتش في الاليات. لكن في الاخر الجمهور هو اصلا في الاخر لعيب الكوره من غير جمهور ما يسواش حاجه يعني، صح ما يسويش اي حاجه. زي ما صح اكلنا واحد على المسرح بيطلع بيعزف، ما فيش جمهور قدامه يعمل ايه؟ بس اتمنى لما الجمهور يخش، بس ما فيش تجاوزات، ادي كل دي الموضوع، أهم حاجة ده في الموضوع الدنيا. كله طيب يعني. ازاي تفوق السموحة على الزمالك في أغلب فترات المباراة بعيدا عن النتيجة النهائية اللي اتكلمت عليها كابتن مجدي؟ ان هو عرف يدافع كويس جدا قدام الزمالك، وقفل كل مفاتيح اللعب، وفي نفس الوقت عمل تحولات هجوميه كويسه، خلى الزمالك دايما بينزل او يفتح مساحاته. وانت في الاخر يا هاني ال 10 لعيبه لما بيلعبوا في بلوك 40 او 30 40 متر بقى صعب جدا اختراقهم جدا. فلما الثلاثه المهاجمين دايما بيبقوا مثلا سايبين مساحات بينهم وبين وسط الملعب، هي دي اي فرقه تقدر تستغل الحته دي، وبالذات لو استغلتها من العمق. في فرق كتيره بتهاجم الزمالك بتهاجمها مع الطرف، ايوه لو قرأ الزمالك كويس في الحته دي بالذات وعرف يشتغل من العمق هيتعب الزمالك جامد جدا، مهما كان عدديا الزمالك 6 وبيعمل ديلي وبيأخر نفسه وكل حاجه، لكن بدنيا كمان سموحه واقف على رجله كويس جدا، فالتحولات الهجوميه عنده كانت سريعه. وفي نفس الوقت اول لما الكوره بتقطع ال10 لعيبه بينزلوا تحت الكوره وبيدافعوا وبيقللوا المساحات اللي بينهم. فانت في الاخر في اوقات زي ما قلت لك قبل كده، لو انت نزلت ال10 لعيبه تحت الكوره مش لازم تضغط ضغط كبير او قوي شرس، انت اوريدي قفلت المساحات اللي بين زميلك، كل واحد 5 متر 10 متر، فبيجري قليل اقل أي بكتير ما بتفتح المساحات. الزمالك بيفتح المساحات عشان عاوز يهاجم وعاوز يجيب جون، فالمساحات دي بتتعب لعيبه وسط الملعب والمدافعين على المدى، ممكن بعد اول ربع ساعه لا تلت ساعه مفهوم لا، لكن مع الوقت وفتح الملعب المساحات بتكبر كتير جدا. تهاجم بقى ازاي في عمق الملعب، هو ده اللي لعب عليه كابتن طارق كابتن العاشر. عاشري، مع كمان الكور الثابته كان برضه كان فيها خطوره على الزمالك، لان خلي بالك كابتن طارق عاشري السنه اللي فاتت مع طارق الجيش هو كل ماتشاته كانت بتنتهي 1-0 من كره ثابته. لان خلي بالك بص، مهما كنت فرقه هاني بتدافع 93 دقيقه هيوصل هتجي لك فرص قدام الجون، هو عارف يستغل الفرص دي. السنه اللي فاتت من اول فرصه بتجيله مع طارق الجيش كان بيحط جون، وبيستغل الكره الثابته كان كويس جدا فعالية، في جدا، فعالية هو كبيرة. 1-0 بيخلص الماتش صح 1-0 بالظبط. بجون. طيب ننتقل لمباراة الأهلي والإسماعيلي، لكن بداية الكلام عن المباراة اللي فاز فيها الأهلي على الإسماعيلي بهدف دون مقابل هتكون من خلال مداخلة مع مدير الكرة السابق في الإسماعيلي الكابتن حسني عبد ربه. كابتن حسني أهلا بيك، منورنا ومنور الدنيا كلها. ازيك يا احمد؟ أنا هاني ازيك يا حتكوت، حسني؟ عامل ايه وبيسلم اخبارك؟ عليك كابتن أحمد مجدي. ايوه، ما انا بقول ازيك يا هاني، ازيك يا احمد؟ ازاي يا ازيك يا كابتن، حسني؟ عامل اخبارك ايه، اخبارك؟ منور الدنيا الحمد كلها. لله الحمد لله. هارد لك الاول بعد المباراه النهارده، الفرقه واضح ان هي منظمه بشكل كبير، لكن في النهايه فاز الاهلي. انما احنا بنفركشها. بتفركشوها كانت منظمه فاحنا بنفركش بقى. ليه بتعملوا كده يا كابتن حسني؟ مين بقى؟ مين اللي بيعمل؟ انا بكلم الاسماعيلي بقى دلوقتي، انا بسالك كرمز من رموز الاسماعيلي قبل كونك مدير كره في الاسماعيلي، ليه بتعملوا كده المصلحة، في الاسماعيلي؟ المصلحة مصلحة والسبوبة وإن هم اتعودوا، أو الناس اللي مسؤولة متعودة إن اللي بيشتغل بيشتغل ما بيقولش أي حاجة تبقى غلط بيقول لأ، ما اتعودوش على ده. فلما جه حد قال الغلط لأ، يعني مش بس النهاردة لأ، اللي أنا تم إقالتي النهاردة لأ،
انا بقالي اسبوعين بتربص بيا بشكل غير طبيعي، لكن تمسكي عشان خاطر النادي الاسماعيلي والحاله اللي الناس متفائله بيها من بدايه التعاقدات للنهارده، اللي زي ما انت بتقول المباراه واللعيبه، وكان في حاله محترمه النهارده، كان في تربص كتير جدا. يعني عارف انت لما بتتكلم ان يبقى في مشكله كبيره فانت تتكلم عليها فانت تمشي ومفيش مشكله، لما بتتكلم على لبس يعني بتتكلم على ملابس اللي هي الف بيه في الكوره، ان لعيب الكوره يبقى منظره محترم، تلعب في نادي كبير نادي الاسماعيلي، ما يكونش فيها مصالح، ما يكونش فيها سبوبه. عارف نفسي كنت اتكلم في امور فعلا تستاهل اللي يحصل مشكله عشان حسام عبد ربه يمشي، ولا عشان نقول مشكله. يعني انا مش طب عارف اقول لك تعالى ايه نشرح بصراحه. القصة بتاعت اللبس دي، ايه قصة اللبس؟ هل الإدارة كانت متعاقدة مع شركة والكابتن حسني عبد ربه انا تعاقد والله مع بص، أخرى؟ انا كلموني ناس من الاداره وناس بره الاداره، ما اعرفش ايه كميه المكالمات اللي انا كنت بشوفها، اللي انا لازم اوافق على اللبس، انا كحسني اللي انا لازم اوافق على اللبس. قلت لهم يا جماعه اوافق على اللبس ايه؟ يعني دي مش بتاعتي، ده اللعيب اللي هيلبسها، وانا بصفتي مدير الكوره بشوف اللبس مع الجهاز الفني. انت فاهم يعني؟ ده أي طبيعي لوجيك اللي لعيب الكوره النهارده بيشوف الخامه اللي هيلبسها دي تقيله خفيفه، وانا بجري العرق بتاعي في التيشيرت هيبقى تقيل ولا هيبقى خفيف، الشكل العام انا كلاعب مريحني نفسيا ولا لا، مش فرض على النادي ولا هو فرض، لا ده من الطبيعي جدا ان اللعيب بيشوف التيشيرت بتاعه. فاللعيبه لما اتعرض عليا انا من المكالمات الكتيره ديت انا اتفاجئت، يعني انا متفاجئ طبعا، لان ما كانتش مكالمات طبيعيه، يعني كان اللي هو ايه، لازم تقبل يعني غصب عنك، وانت اللي لازم تخلي اللعيبه توافق غصب عنها، اوكي مش انا يا جماعه، مش انا. انا حسني عبد ربه اللي الناس كلها عارفه عليه الاحترام والاخلاق والتربيه وخوفه من ربنا، وخوفه من ربنا. فانا مش عشان انتوا تطلعوا بمصلحه لازم انا اطلع بمصلحه انا كمان فوافق، لا لا يا جماعه، احنا مش ماسكين عزبه، احنا نادي الاسماعيلي، نادي الاسماعيلي التاريخ، القيمه، الحاجه الكبيره جدا جدا، مش عشان السبوبه، مش عشان تعمل التيشيرت الجماهير وتضحك على الجماهير فالناس مش عارفه الكلام ده، تبيع التيشيرت ب 300 جنيه، الدعم ده مش داخل للنادي الاسماعيلي، الدعم ده بياخده ناس من بره، الناس ما تعرفش الكلام ده، ناس من بره لا الناس زي لازم مين؟ تفوق ازاي؟ وتضحى. انا ناس مش من بره هدخل على ازاي يا اي كابتن؟ ضرر بيضر النادي الاسماعيلي وجماهيره، ناس من بره ازاي اسكت ليه؟ بتاخد الفلوس دي؟ اسكت ليه؟ اسكت ليه؟ تيشيرت الجماهير اللي بيتعمل ده دعم للنادي، دعم النادي، طب فين دعم النادي؟ منين؟ ومنين انت بتاخد الفلوس دي بره؟ يعني سؤال، انا عامل تيشيرت عشان بدعم النادي في ازمته، فببيع التيشيرت ده، فالفلوس دي المفروض تخش النادي 300 جنيه، ايوه اولا التيشيرت ما يعملش 40 جنيه، يعني انت فاهم؟ لكن التيشيرت يعمل مليون جنيه كقيمه نادي الاسماعيلي وتاريخ نادي الاسماعيلي. لا انما ان انا اضحك على الناس بالشكل ده، لا هل لا كنت ارفضه. على صلة يا كابتن حسني بالشركة الأخرى اللي النهاردة نزلت صورك مع اللاعبين بتيشيرتاتهم؟ انا علاقتي بصديق اسمه طارق المنيسي، ده صاحب شركه الملابس، لو ما اعرفش مش عارف، ما ينفعش اقول اعلان ليها. تمام. الراجل دوت الراجل ده انا عندي اكاديميه خاصه، الراجل ده كان بيورد لي لبس، فلما انا دخلت النادي قلت له يا طارق في امكانيه عشان النادي اللعيبه كانت بتلبس التيشيرت، لما انا دخلت مع الكابتن حمزه اللعيبه كانت بتتمرن بالتيشيرت بقاله مثلا 3 سنين وبتاع الماتش ما فيش تيشيرتات، كلام عارف العمال وكلام عارف اللعيبه. فقلت له طارق نعرف نجيب خامات كويسه وشكل كويس نقدر النادي يستفاد منه الفتره اللي جايه النادي. الراجل رحب وقعد مع باشمهندس يحيى الكومي واتفقوا على بنود، واعتقد طارق خد 100,000 جنيه مقابل اللي هو ورد لبس. الراجل جاب لبس طول الفتره اللي فاتت ديت بما يعادل مثلا 500,000 جنيه. فالكلام ده عشان انا ليا علاقه شخصيه بيه. تمام. انا النهارده اللعيبه لما رفضت اللبس اللي اتعرض من الشركه ديت قدام باشمهندس يحيى الكومي، قدام رئيس النادي، قدام 40 لاعب، 40 لاعب في اجتماع اول امبارح في النادي الاسماعيلي قبل ما نسافر اسكندريه. تتخيل انت عندك ماتش فانت بتقعد بقى ايه في مشاكل، بتقعد عشان لعيبه تقول رفضت التيشيرت اللي هو بتاع الشركه، والكابتن باهر والكابتن عمر ليهم علاقه بطارق، فكلموه لو انت يا طارق جبت لنا خامه كويسه وشكل احنا عايزين نلعب باللي ريحنا احنا تمام. مع رئيس النادي. ايوه فرئيس النادي قال لهم خلاص اللي ريحكم العبوا بيه، وقد كان جابوا التيشيرت اللي من طارق النهارده لعبوا بيه. انا عايز اعرف ايه المشكله، حتى اللعيبه لو اتصوروا، هو ده مش طبيعي جدا ان اللعيبه تتصور يا هاني؟ يعني الشكل الجمالي، انا ما اعرفش انت عندك على الصفحه عندي الصور موجوده بين شفتها التيشيرت اللي هم نشرناها خايفينه واحنا بنتكلم على الشاشه معانا.
يعني انت بقى يعني انا هسيبك انت واحمد تشوفوا الشكل ده، اللعيبه نفسها يمكن الاداره متضايقه ان المفروض الصوره دي تبقى بمعرفه الاداره وهم اللي ينشروها، بايه؟ ان الصوره دي تبقى تصويرها بمعرفه لا الاداره. احنا اللعيبه بتنزلها بصفه شخصيه مش بصفه النادي. اللعيبه بصفه شخصيه وانا بصفه شخصيه ملهاش دعوه بالنادي خالص، لان النادي صدى اللي هو متعاقد مع شركه ثانيه. تمام انت فاهم؟ طب انت لو متعاقد مع شركه ثانيه كرئيس نادي بتقول للعيبه اللي انا موافق ليه؟ سؤال. يعني انت النهارده قعدت مع اللعيبه واللعيبه رفضت تلبس اللبس ده عشان الخامه عشان الديزاين عشان وات ايفر ايا كان، لا انت اللي قلت لهم العبوا باللي يريحكم. طب كابتن حسني هقف معاك عند نقطة تانية بدأت بيها كلامك حضرتك، وقلت انه انا المجلس ده مشكلته انه الشخص اللي بيقول على الغلط غلط مش هينفع يكمل معاهم. ايه الغلط اللي انت قلت عليه غلط فحصل التربص اللي وصفته في بداية كلامك؟ ان انا اتعرض عليا ان انا اوافق ومصالح انا يعني ازاي يعني اي منطق واي عقل؟ مصالح ايه؟ اتعرض عليك انك توافق على ايه؟ ما هو ما انت لسه بتقول ان انت تقبل عشان التيشيرت يتحط عليه ديزاين معين عشان الجماهير تشتريه. يعني انت متخيل؟ دي سبوبه ده على مسؤوليتي، على مسؤوليتي، على مسؤوليتي، وان شاء الله هيحصل ايه؟ حقيقي 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 سبوبة لمين؟ لمين؟ ايه؟ سبوبة ناس لمين؟ جوه وناس بره، ناس جوه بس اللي جوه يعني يعني ليهم وظائف جوه النادي. ناس يعني انا مش عارف اقول لك ايه. بص انا والله بجد 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 انا مش عارف هاني بجد انا مستغرب. عارف انت لما انت بتدور على 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 حاجه ما فيهاش سبب، بتدور على مشكله ما لهاش سبب، وانا الخوف كله اللي جاي، الخوف كله اللي جاي ان انا عارف الاقاله بتاعتي هو عنده في المدرب، وانا اهو افتكر اهو افتكر ان الكلام اللي انا بقوله لك ده هو اصل انا عارفهم وعشرتهم وشفت هم بيديروا ازاي، بيديروا عزبه مش نادي. انا بقولها لك دول ناس جايه تدير عزبه مش نادي الاسماعيلي، نادي الاسماعيلي ده هم مش حاسين بقيمته. وللاسف انا خايف الفتره الجايه على الاسماعيلي. يعني خايف من ايه؟ ايه اللي انت خايف منه يا كابتن حسن؟ انا على فكره انا 24 ساعه بيطلع عين اهلي. انا ما بعرفش انام يا هاني. انا والله ما بنام، والله العظيم ما بنام يا هاني. من اللي الواحد فيه لعيبه بتاخد شيكات من غير رصيد فاروح معلش عشان خاطري، لعيبه عايزه تمشي من معسكر هاني. ما انت اكيد عارف الكلام ده وانا عارف، بس في حاجات ما تتقالش. في حاجات ما تتقالش واحمد عارف الكلام ده. بس في حاجات جوه الاوضه المغلقه انا مش عايز اقولها. بس انا كان دوري، انا مش مدير كوره، انا كنت شغال كل حاجه بحبي للنادي الاسماعيلي وباخلاصي. ففي مشاكل بتبقى جوه اي فرقه مش اي حد هيحلها، مش اي حد هيحلها، واللعيبه عارفه الكلام ده. اتمنى ان اللعيبه ايه الحل؟ ايه الحل؟ بسالك بقى هنا كنجم اسماعيلي مش كمسؤول الحل. سابق. الحل عند ربنا سبحانه وتعالى. يعني ده كده يعني كده بص انا اصل مش يعني ايه ما اقدرش اقول حلول غير الواحد بيتمنى اللي بيته يبقى احسن حاجه في الدنيا. بس مع اللي بيحصل انا يعني بصراحه والله العظيم انا مش فاهم. يعني انا اقول طب كابتن حسني انا هقول لك انا على حاجه، في حاجات فيها شبهه. يعني انا ببقى متواجد، يعني انت النهارده بتقول لي، انت بتقول لي اللعيبه قلل عقودها اللي السنه اللي فاتت. اقعد مع اللعيبه قلل عقودها، فتروح تجيب لعيبه ضعف المبلغ اللي انت كنت بتكلم. خلينا اقلل من اللعيبه ازاي؟ يعني انت بتتعاقد على لعيبه من ورايا بمبالغ من ورايا، وبتخليني انا اروح اكلم اللعيبه اللي انت اصلا لعبت في نادي الاسماعيلي واتمرمطت عشان تتعب وعشان النادي الاسماعيلي يعدي ده، فهتقلل من عقودها؟ طب ده لمصلحه مين؟ ما هو يعني مفهوم. ما هو السبوبه مش بس لبس، السبوبه حاجات كتير. هو نادي الاسماعيلي النهارده طلع منه فلان وفلان، السبوبه اللي كانت قبل كده النهارده رجع فلان وفلان، هي السبوبه هي. عشان كده الاسماعيلي في الاوضاع دي يا هاني، عشان كده. طب كابتن حسني هقول لك على راي. اتفضل. الكابتن حسني عبد ربه في المجلس السابق حصل طبعا خلاف واضح، وبرضه نفتكر القصه بتاعت الفيديو اللي طلعت وقلت فيه ان انت منعت، كان واضح كان في خلاف واضح مع مجلس المهندس ابراهيم على معلش تاني هاني، بس كان في خلاف واضح مع المجلس السابق ما بين كابتن حسني عبد ربه ابراهيم عثمان. ودلوقتي خلاف مع المجلس الحالي، ف ايه ليه في مشكله مع مجالس الادارات مع اختلافها؟ انا ما عملتش مشكله مع المجلس السابق، بالعكس ده انا بعد اعتزالي من سنه ونص دخلت المدرج درجه ثالثه. ايوه. ها عشان اتفرج على الماتش طردوني من الاستاد. وبعدها بيومين عملوا مبادره رحت اول واحد النادي. وعملت كلمه
الحمد لله الناس لحد النهارده يعني كلمه عشان طالعه ربنا سبحانه وتعالى بينصر الحق، ربنا بينصر الحق. انت تطردني من النادي اللي انا يعني عرق بينزل على النجيله ديت والاسم دوت اتحفر من النادي دوت، بتطرده من النادي، فما عنديش مشكله مع حد، انما عندي مشكله في اللي انا بقول الحق، هي دي المشكله اللي بتواجه. اذا اصبح حسني عبد ربه رئيسا للاسماعيلي غدا، وده سؤالي الاخير، هيعمل ايه؟ لا انا مش هصبح غدا، لان دي قانون ولوائح انت بتديك لا انا الاحقيه بدي اللي انت مثال انك دلوقتي في ايديك لا مش السيطره. هعمل حاجه، بالعكس لازم الاسماعيلي ينضف، نادي الاسماعيلي ينضف من جوه، لازم نادي الاسماعيلي ينضف من جوه، بس لو انا رئيس نادي الاسماعيلي بكره لازم نادي الاسماعيلي ينضف من جوه. ممكن فهمتها؟ تشرحها اكتر؟ ايه؟ تشرحها اكتر؟ ما هو يعني في شويه تراب جوه عايزه تنضف، حط بقى تحت التراب دي بقى سبوبه، نصبايا، سمساره لعيبه، سمساره لبس، حاجات كتير. بص مش هقدر اتكلم في كل حاجه، لكن الحاجات انت دي بتقول معاك لي أدلة عليها ممكن تقدمها علشان تنظف بنفسك؟ يا حبيبي بقول لك الناس بتكلمني في التليفون تقول لي ادله، يعني اسجل، يعني اروح اقول للناس لا اسجل؟ أقصد إنه جزء هنا من ده من حماية انا الإسماعيلي اتهمت، إنك ده انا تقدم اتهمت، معلش بلاغات. معلش معلش بس عشان انا اتهمت اللي انا صاحب الشركه اللي بيسبب في النادي وطلع لي سبوبه، يعني انا هيطلع لي سبوبه 50,000 جنيه. يعني انت فاهم، انا اتهمت مفهوم اللي انا صاحب الشركه ديت فجايبها من الباطل علشان تلبس نادي الاسماعيلي ببلاش. طب اللي هيجيب حد يلبسه يعني، انا والله بجد انا مش فاهم، والله مفهوم والله العظيم، انا والله العظيم كمان مره انا ما عارف اللي بيحصل في النادي الاسماعيلي ده لصالح مين، ولا اقسم انا لك بالله العلي ولا العظيم انا انا ما عارف اللي بيحصل جوه مجلس الاداره وجوه النادي الاسماعيلي لصالح مين. انا صعبان على النادي الاسماعيلي يا جماعه، النادي الاسماعيلي كبير يا هاني، يا صح هاني نادي الاسماعيلي قيمه كبيره، احنا بندفنه، هو الناس كلها ترتاح لما النادي الاسماعيلي ينزل درجه ثانيه؟ يعني احنا ما نحمدش ربنا ان النادي قعد السنتين اللي فاتوا بالظروف اللي مر بيها، برضه هرجع واقول لك بجماهيره، برضه هرجع واقول لك بجماهيره اللي قعدته، ولا قعد فنيا ولا قعد مش عارفه ايه ولا اللي يطلع يعمل لي فيها جوارديولا، النادي الاسماعيلي قعد بجماهيره ولعبته فقط لا غير، من الاخر من الاخر. وبمجهود ما تختزلش مجهود الآخرين يعني، لا لا بص، سواء لا لا بص فني بص أو بص 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 اصل اللي هينكر، اللي هينكر مجهودي وتعبي يبقى ملوش دور عندي، خد بالك. مش مختلف طبعا. أخيرا وأنا بختم بقى بنعم أو بلا، هل كون السيشن بتاع التصوير ده حصل بلوجو الإسماعيلي بقرار من الكابتن حسني عبد ربه، ده تراه صح ولا غلط؟ ده ايه؟ تراه صح انت ولا غلط اللي حصل النهارده؟ هو انا عايز اسالك سؤال، هو اي فرقه في الدنيا تبدا موسم مش ممكن تتصور؟ طبعا، بس بيكون ده بعلم اداره التسويق، اداره على النادي. فكره انا قلت لك كلمتين بصفه شخصيه، لان الشركه الثانيه المفروض ان هي ما تجيش تصور دلوقتي مع اللعيبه، لان اللعيبه رافضه التيشيرت دوت، فانا بصورها بصفه شخصيه علشان منظر اللعيبه والتيشيرت يطلع للجمهور يا جماعه، أيه اقول اللعيبه هتلعب دي بكره. بس ده بدون تنسيق مع المجلس، وهنا دي الحته اللي بصراحه يعني لا ممكن لا لا انا اغلط كلمت فيها. اتكلمت الباشمهندس يحيى ما بردش عليا، ما انا بقول لك في تربص، في تربص يا هاني، مفهوم. انت مش متخيل، انت مش متخيل في تربص، ان ما فيش حد بيرد عليا الفترات اللي فاتت وحاجات كتير كانت بتحصل من ورايا، بس ما فيش مشكله، تمام. انا يعني في الاخر اصل انت في مجال فيه كل حاجه، يعني مش في الجنه احنا يعني. تمام، بشكرك جدا كابتن حسني عبد رب، ونجم اسطوره الاسماعيلي والمدير الكره السابق في الاسماعيلي، لكن انا عندي تحفظات على شويه نقاط في الطريقه في الكلام ده، ومجلس الاداره انا عندي تحفظات عليه كده كده، فمن حقهم طبعا اذا ارادوا توضيحا او نقاشا نبقى موجودين سواء النهارده او بكره. يعني كابتن مجدي انا بعتذر لك، لا طولت ولا عليك. ولا يهمك. كيف فاز الاهلي على الاسماعيلي النهارده؟ مش هقدر عاوزين نتكلم الاول. اسماعيل عمل ماتش كويس منظم، في شغل واضح في الملعب، جريده معروف من المدربين الكويسين جدا جدا، وكان في تنظيم وكان في شكل واضح. الاهلي استحوذ على الكوره، لكن انا ما شفتش الفاعليه الكبيره على الجون، ما خلقش فرص كتيره. كان الجون انا يعني احسبه لكريم فؤاد اكتر، لان كريم هو اللي يعتبر اللي حيا الكوره كانت ميته تماما وحياها، وتحرك برضو تحرك
بتاع شادي حسين. شادي حسين اللي هو نعم. خد خط الخطوتين بسرعه نعم. شويه من اول يعني كان متابع اللعبه فاتحرك وحطها جول، لكن في الاخر برضو الاهلي ما عجبنيش، ما كنتش كنت متوقع حاجه احسن من كده مع شغل الراجل يعني. لكن اهم حاجه برضو زي ما قلت لك ايه ابرز الملاحظات السلبيه اللي خدتها على اداء الاهلي؟ يعني انت بتعمل اما تيجي تعمل بيلد اب هاني لازم تبقى عارف، لازم تبقى عارف تعمل بيلد اب ازاي. يعني بتعمل بيلد اب وبعد كده اول ما تضغط عليك بتروح مطلع الكره واحده خلاص ما بتعملش بيلد اب. اي دي صح حاجه يعني قلت ما بتيجي تشتغل على البيلد اب مثلا بلاقي ضغط من الاسماعيلي باربع خمس لعيبه قدام اربع لعيبه بيعملوا بيلد اب من النادي الاهلي، الاثنين يعني الاثنين مساكين والاثنين باكات وديفندر. انت طبيعي جدا لو خمسه ضد خمسه انسى البيلد اب ده يعني انساه، لازم تبقى على الاقل عدديا اكتر باثنين لعيبه او تمام. واحد حتى ولعيب معين، لان اما شفت مثلا تلاقي اليو ديانج نازل يستلم لوحده والاثنين ثمانيه او ثمانيه و10 مش موجودين تماما، صح فطبيعي لما بترجع الكره ورا بعد الضغط بسرعه تلاقي الكره اتلعبت فانت عالي. فقدت خمس لعيبه اوريدي وفتحت الخطوط بتاعتك. الحاجه اللي عجبتني بقى في النهائي النهارده اللعب بالخطوط، والاسماعيلي نفسه الحاجه السلبيه برضو اللي كانت عنده ان انا كنت متوقع ان جاريدو من المدربين اللي هم اللي بيلعب بالطريقه الحديثه. النهارده الديفنس دايما كان رامي نفسه ورا شويه مع وسط الملعب، فكان في بين الخطوط مساحات الاهلي يعرف يشتغل فيها كويس، لكن بطء الخروج بعد الكره. انت في الاخر انت بتلعب كل اللعب ده عشان تلعب الكره بين الخطوط عشان تضرب خط، فانت لو مش مستعد عشان تضرب الخط ده وتلف بسرعه وتشتغل بسرعه وعارف هتعمل ايه بعد كده دي اللي هتبقى سلبيه. وعشان كده الاهلي ما خلقش فرص كتيره، مسك كوره شويه الاسماعيلي اول ثلث ساعه لعب كوره كويسه جدا وقرب شويه من الجون، لكن في الاخر الاسماعيلي برده محتاج يهاجم اكتر شويه، يبقى في اي كثافه صح. هجوميه. ممكن برده بيلعب النادي الاهلي مش عاوز يخسر اول مباراه، عاوز يخش الموسم حتى لو بتعادل يبقى في ثقه شويه بين اللعيبه، لكن في الاخر في حاجات كان في مشكلة في النص الأمامي من الإسماعيلي، يعني اللي هي ما بين الدفاع والهجوم، اللي هي منطقة صناعة اللعب دي يا التحولات كانت كابتن، ضعيفه، كانت فيها مشكلة. التحولات كانت ضعيفه. انت في الاخر انت بتدافع بتعمل زون وبتقطع في حتت معينه، المفروض بقى في تحولات بتبقى سريعه شويه، التحولات دي مش ما عندكش اللعيب اللي هو يعمل لك التحولات، ما عندكش اللعيب اللي يقف لك على الكوره كويس عشان يستنى زمايله لما تيجي، كلها كانت يعني حاجات فرديه، كلها حركه فرديه. محمد حسن كان عمل كام كوره صح. بسبرنتات لوحده، لكن ما تحسش ان كان في حاجه محفوظه وفي تنظيم وفي شكل كويس، لكن ما بعد كده لازم يبقى انت عندك شراسه اكتر، لان انت هتلاعب فرق كتيره وانت ما شاء الله دلوقتي الفرق كلها مدعمه كويس جدا جدا بلعيبه كويسه جدا، فالدوري السنه ده هيبقى صعب على الفرق كلها. مين اكتر فريق عجبك من الست ماتشات اللي اتلعبوا لغايه دلوقتي؟ سيراميكا سيراميكا كليوباترا. مين اكتر فريق حسيت انه لا ممكن يبدا يقلق مبكرا؟ انا صدمني المصري، يعني المصري كنت متوقع بالصفقات اللي جابها الجديده مع كابتن ايهاب جلال هيبقى الدخول احسن من كده بكتير في الموسم، لكن صدمت من طريقه هل الشغل. كابتن ايهاب جلال المفروض يغير من طريقته بما انها لما بيخسر بيخسر بسكور؟ مش بص مش طريقه هو تحسين في الطريقه، يعني معنى ايه؟ انت النهارده ما ينفعش ان انا كل لعبي وشغلي على الاستحواذ بس بس، فاهم ازاي؟ يعني النهارده وقت من الاوقات بديك مثال صغير زي برشلونه، الكره اتقطعت من برشلونه ما بتلاقيش فرقه، صح. تلاقي الدنيا كل واحد في اتجاه، ما فيش ضغط مرتد حتى لو طب ما بعد الضغط المرتد، على الضغط المرتد والكره طلعت من الضغط المرتد ده هتعمل ايه بعد كده؟ لازم اعمل ديلي وابدا اخر وابقى في تحولات دفاعيه سريعه عشان بيبقى اكتر عدد تحول دفاعيا، الحاجات دي كلها لازم فيها تطوير. مفهوم. لما تيجي تبص للموديل بتاع الموضوع ده هو جوارديولا، النهارده جوارديولا كان بيبدا بالاول بالشغل ده، بدا يتغلب في اوقات لما الدنيا دي بتبوظ بدا يعمل ديلي ازاي وامتى ياخر ازاي يعمل تحولات دفاعيه وبدا يشتغل على الحته دي، فالنهارده بيطلع من احسن الفرق الدفاعيه اللي في العالم او في الدوري الانجليزي باقل اجوان، والكلام ده ما كانش بيحصل. صح. فانت في الاخر كابتن ايهاب محتاج الجزء الهجومي قوي جدا وكل حاجه، لكن محتاج الضغط المرتد، محتاج ما بعد الضغط المرتد، محتاج تدافع كويس كفريق وانت معكش الكوره، لان مش دايما معاك الكوره. يعني ما فيش كلمه مدرب دفاعي، النهارده مثلا كابتن طارق عاشري هو مدرب دفاعي، لكن شفته بالكوره معاه في شغل هجومي، هو صح. ده المدرب في الاخر، معاك الكوره بتعمل ايه؟ معكش الكوره بتعمل ايه؟ لكن ما فيش حاجه اسمها مدرب دفاعي بحت ومدرب هجومي بحت، ما فيش كده في الكوره، دي كوره مواقف لازم تتعامل مع كل موقف لوحده. مظبوط. اللقاء المقبل للأهلي هيكون يوم الأحد اللي جاي أمام فريق أسوان اللي كان قد خسر من الاتحاد السكندري، أما الإسماعيلي فهيلعب يوم الاثنين ليواجه غزل المحلة في الجولة الثانية، والمحلة بكرة هيلعبوا أول مواجهة هتكون أمام المقاولون العرب بإذن الله، أما الزمالك فيلتقي سيراميكا كليوباترا وكلاهما حقق فوزا في الجولة الأولى من المسابقة. عايز أروح معاك للكرة العالمية شوية.
وهرجع للكرة المحلية تاني، لكن عايز أسألك على الكرة العالمية. ريال مدريد، إيه اللي بيعمله أنشيلوتي يخلي الكرة بهذه السلاسة؟ الجماعية آه مش معتمد على لعيب معين، مش ما عندوش اللعيب اللي هو النجم لو اتشال الفرقة او هو مش موجود الفرقة فنيا بتوعها. هو بيدافع كويس جدا وبيقدر يهاجم كويس جدا، كل شغل جماعي، عشان كده الفريق قادر يشيل نفسه، دخل لعيبه شباب مع اللعيبه الكبار، وده ذكاء كبير جدا من الاداره نفسها كمان، لانك وقت من الاوقات هتلاقي مودريتش كبر في السن، هتلاقي كروس بيكبر في السن، هتلاقي مش عارف مين بيكبر في السن، هتلاقي اللعيبه دي كلها لو خرجت مره واحده ما عاش لعيبه لعبت جنبها وهو صغيره صغيره وخدت الخبرات دي وهم صغيرين، هيبقى في دروب بين في جاب في جاب كبير جدا في كام سنه من السنين. لكن هو ذكي قوي في الحته دي، لكن هو بيشتغل جماعيا، وعشان كده لما تشيل لعيب تحط لعيب تلاقي الاداء هو ما بت... ما بنزيما في ماتشات مش موجود تلاقي الاداء كويس، جونيور مش موجود نفس الكلام، توني كروس مش موجود نفس الكلام، كازيميرو مشي ما حسيتش بفرق كبير صح في الاداء. هو في الاخر هو الجماعيه دايما، اي مدرب او اي فرقه كبيره بتبقى ماشيه بسيستم لاوقات طويله دايما تعرف ان هي بتشتغل شغل جماعي. السنة اللي فاتت تحدى بنزيما وفينيسيوس على ان هم يوصلوا لعدد معين من الاهداف حققوه. السنة دي قال لفالفيردي تجيب 10 تجوال الموسم ده على الاقل، جاب 6 في اول 10 ماتشات. هو كمان بيعرف واضح نفسيا يتعامل مع اللعب. دي نقطة مهمة جدا غايبة عننا في مصر هنا، ان الجزء النفسي مهم جدا مع الكورة، اصل انت في الاخر مدرب ما انت بتشتغل الجزء النفسي من غير كورة ما فيش لعيبة هيحترمك، خلي بالك اللعيبة اذكياء جدا جدا وعارفين اللعيبة عارفة طبعا صح. انت وبيتكلموا على المدربين من ظهرهم. طبعا لا بيختبر المدرب الراجل ده بيختبر المدرب. طبعا النهارده مثلا لما باجي اقول لك مثلا بديك لائحة مثلا سي لو عملت كذا كذا هيحصل كذا 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 كذا، اول موقف ده اختبار للمدرب، هتنفذ ولا مش تنفذ، ولو جت بقى مثلا في لعيب مهم هتنفذ معاه ولا هتعدي الدنيا. الكلام ده كله المدرب اللعيبه نفسها بتعرف التدريب نفسه حلو ولا مش حلو، بيقول لك المدرب عنده فكره ما عندوش فكره، الراجل ده بيتكلم صح ولا يعني فاهم 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 لغه دماغ لغه اللعيبه. فاللعيبه لا حتى اللعيبه الصغيره بقت خلاص فاهمه كويس قوي الكره الكره ماشيه لفين. فالجزء النفسي مهم جدا جدا، احنا فاقدينه تماما في مصر، يا اما بنشتغل بيه بس يا اما يا اما ما بنستخدموش بنشتغلش اصلا بيه. ودي نقطه دي حقيقه دي حقيقه. برشلونة في وسط كلامك دلوقتي قلت نقطة حلوة قوي، انه يعني لما الكرة بتقطع منهم بتلاقي مفيش فرقة، يعني بتلاقي الدنيا سهلة قوي للفريق اللي معاه الكرة ضدهم. ايه مشكلة تشافي؟ لا بيحلم احلام ورديه احلام تشافي احلام ورديه، طبعا. اشرحها لي. يعني ان انا معايا الكره على طول وعندي استحواذ والكره مش هتقطع مني وهفضل دايما في وسط ملعب الفرقه الثانيه وهوصل للجون وهجيب 5 6 جوان وبتاع والكلام ده كله. لا في جزء تاني انت نسيه اللي هو الجزء الدفاعي. انت تعرف على طول يا هاني لو بصيت على التحولات الدفاعيه بتاع برشلونه كارثه من الكوارث. تعرف على لما طول بيقطعوا الكرة لما الكرة لما الكرة بتقطع بتقطع منهم منهم اي كرة اتضربت من هما بيضغطوا بيحاولوا يضغطوا ضغط مرتد، لما بتطلع من الضغط المرتد كوارث بقى. انت النهارده بتلاقي 4 5 لعيبه من التحول من الفرقه الثانيه لسه اللعيبه بتاعت برشلونه اللي في وسط الملعب بيحاولوا يرجعوا يكونوا الكرة داخل الجول. فانت النهارده تعرف على طول كده قالب به وانت بتتفرج ان الشغل ما بيشتغلوش على التحول الدفاعي ده تماما، لان التحولات دي لها شغل في الملعب، ليها مربعات بطريقه معينه وضغط معين وسيستم معين في الحركه والكلام ده كله. فالتحولات الهجوميه والدفاعيه بتعرفك الجزء البدني والفني انت واصل بيه فين، بتشتغل عليه ولا ما بتشتغلش عليه. طيب دي مشكله جماعيه بس ولا مشكله فرديه كمان؟ يعني في مشكله في الافراد، بوسكيتس بيكي من مشاكل الدفاعية أو مشاكل التحولات الدفاعية عند برشلونة حاليا. ما هو الجماعيا لما بتبوظ الفرديا بيظهر. يعني مفهوم. ما انت في الاخر بص هاني خلي بالك في نقطة مهمة جدا، بص على السيتي مثلا بيبقى بيتحول مش مهم نضغط على الكورة، بس المهم يكون عددي اكبر من عدد الفرقة التانية او على الاقل قدهم. ايوه واسيبهم يلعبوا، العب براحتك واعمل اللي انت عاوزه، بس انا قافل فين؟ الحتة اللي هيخش منها الجون اللي هو عمق. فاوريدي اصلا بوسكيتس والناس اللي هي اللي بتحول تحولات دفاعيه اصلا ما بتتحولش. ايوه فتلاقيك انت على طول دايما مكشوف. المكشوف ده فبيبدا بقى بكي كبر في السن، واحد ضد واحد الحاجات دي كل السرعات الكلام ده كله الترنات هتلاقيه طبعا طبيعي جدا ان الموضوع مش موجود. لكن بص فان دايك نفسه السنه اللي فاتت سوري السنه دي والسنه اللي فاتت كنت السنه اللي فاتت بقول لك ايه ده انت حاطط رجل على رجل احسن مدافع في العالم. ايه ليه؟ المشكله السنه دي؟ السنه دي عشان وسط الملعب ما بيضغطش، تمام، مفيش ضغط مرتد، مفيش ضغط شرس في وسط الملعب، فكل كره بتطلع بتيجي. السنه اللي فاتت كانت الكره بتيجي مفرفره زي ما بلغه الكوره ميته، ففان دايك يتعامل معاها وحلوه والدنيا كويسه وخط الوسط دوخها خلاص موتها. صح. لكن السنه دي مفيش ضغط مرتد، مفيش ضغط قوي شرس في وسط الملعب، وده سيستم بتاع ليفربول. فتلاقي الكره كل كره مكشوفه راحه لمين؟ لماتيب وفان دايك وجوميز، فتلاقي الاخطاء الدفاعيه الكبيره في المساحات
المساحات والكلام ده كله، فالفرق الكبيره بتلعب على حته معينه، ان انا بضيق المساحات بيني وبين الفرقه في 30 40 متر عشان المشاكل عندي الدفاعيه ما تظهرش، حتى ما بضغطش، بس على الاقل الكره اقدر، انا شايف الكره اقدر في المساحات كمان المهمه، لان كل فرقه العالم بتلعب على ايه؟ على العمق، لان هو اقرب مكان للجول للمرمى. بمناسبه فان دايك وليفربول، يعني كسبوا مانشستر سيتي، ازاي واجه كلوب جوارديولا وازاي تفوق عليه وازاي بيستمر تفوقه عليه؟ لما بتتواجه مع بعض الاسمين بتحس انه مش زي ما بتدي الافضليه دايما لجوارديولا قدام اي مدرب تاني. بص، كلوب قتل جوارديولا بالضغط العالي، لان هو اصلا ميزه جوارديولا هو بدايه الهجمه، البيلد اب، والبيلد اب نجح فهينجح في وسط الملعب، فنجح في وسط الملعب هينجح في المنطقه اللي قدام فيخلق فرص، فالفرص قلت عشان الضغط العالي كان قوي جدا عند ليفربول، وليفربول ده عرف يعني حسسني بالسنه اللي فاتت واللي قبليها. خلي بالك الحاله بتاعتهم ماتش السيتي كانت حاله مختلفه تماما عن المباراه كلها. حلقه قويه جدا، الضغط كان عندهم شراسه كبيره جدا، وده اللي كان بيعمله ليفربول، خلاك تحس ان في روح. ما كانش روح، دي ما كانتش موجوده، كله بيضغط وكله شرس. النهارده ميلنر اللي هو عنده 37 38 سنه لعب باك رايت وعلى فودن وكان جامد جدا عليه، لعيبه وسط الملعب اليوت وفابينيو، الضغط الشرس اللي كان موجود في وسط الملعب والمنطقه اللي قدام كمان قللت الفرص او خلق الفرص عند مانشستر سيتي، لانك لو فشلت في الضغط العالي انت كده انتحرت، بالذات مع مانشستر سيتي، لان مانشستر سيتي عنده طريقه، بص احسن فرقه في العالم تطلع من الكوره بكل المواقف. دول لعيبه، عارف اللعيبه اللي هم اللي بيقولوا عليه الانسان الالي، عارف الانسان الالي، عارف كل موقف يقعد يتعامل معاه ازاي. صح، يعني اتفرجت على ماتش اللي فات، اللي قبل اللي فات، كان مين يا ربي قبل ليفربول؟ كان مين قبل ليفربول اللي كان ساوثهامبتون؟ ساوثهامبتون. الضغط بيضغطوا باربع لعيبه ساوثهامبتون، بيعرفوا يطلعوا بالكره بالخامس او السادس، امتى ده ينزل وامتى ده يتحرك ويشتغل، كتاب زي ما بيقول. لكن في الاخر ليفربول كواليتي عالي مش كواليتي قليل، وكلوب مدرب كبير، لكن ممكن تعدي بمرحله صعبه، لكن في الاخر لا، كلوب هو كلوب في الاخر. فنقطه الضغط العالي اللي نفذها كلوب كويس جدا 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 طول المباراه هي اللي قتلت السيتي. مانشستر يونايتد شايف ازاي موسمه؟ شايف ازاي اريك تنهاج؟ اريك تنهاج بالمناسبه كسب لحد دلوقتي منذ انطلاق الموسم انطونيو كونتي مدرب توتنهام، كسب ميكيل ارتيتا، الخساره الوحيده لارسنال، كسب كمان ثالثهم كلوب المدير الفني لليفربول. هو حاليا الوضع جيد بيتحسن، يعني شايف ازاي مشهد مانشستر يونايتد الموسم ده؟ بص لك حاجه، الكره الوحيده دلوقتي مش كوره، العقليه بقت تطغى على الكوره، فانا شايف ان عقليه مانشستر يونايتد لسه مش عقليه المكسب، مش عقليه الفوز. صح، يعني الحته الذهنيه عندهم لا ضعيفه، ممكن يكسب النهارده مثلا توتنهام باداء هايل ويروح يلعب مثلا برايتون الماتش الجاي يخسر منه عادي جدا. الماتش اللي جاي مع تشيلسي بالمناسبه مثلا، انا بديك مثال، يعني بديك مثال، انا بقول بالمناسبه يعني بديك مثال، العقليه نفسها بتاعت اللعيبه وعقليه الفرقه حتى وقتنا هذا، هم وتوتنهام لسه زي ما هم، ستيل بيكسب ماتش وتخسر وتعادل ماتش، اكسب ماتش وتعادل ماتش، ما فيش استمراريه زي ليفربول، ما فيش بناء هويه للفرقه، يعني انت حتى وقتنا هذا هويه الفرقه مش واضحه، مش واضحه وصريحه للناس. لكن هياخد وقت، هل بقى الاداره والجمهور هيصبروا على الكلام ده؟ لان انا متوقع انه يعني كمنافسه على الدوري مش اقل من سنتين، مش اقل من سنتين من وجهه نظري الشخصيه. يحصل ايه في يوم السنتين دول عشان يبقى بيعرف ينافس؟ تخلق الهويه بتاعت النادي، هويه النادي، زي ما كل نادي ليه هويه، ان مانشستر سيتي جه خلق جوارديولا عمل هويه للنادي. ايوه، بقى سيستم واضح، اي حد بيجي بيخش فيه، هو ده اللي محتاجه مانشستر يونايتد. تخبطات كتير اداريه، لعيبه بتيجي باهواء معينه، كل واحد بيشتغل في الاتجاه بتاعه، لكن اعتقد هو ماشي بطريقه كويسه. عنده اكبر مشكله في حياته هتبقى رونالدو، ما اعرفش هيتعامل معاه ازاي. شايف ازاي مشهد رونالدو ده؟ اصل رونالدو وصل لان هو بقى خلاص فوق عارف، تحس ان هو بقى فوق النادي، فاهم قصدي؟ ودي انا من وجهه نظري الشخصيه، وده اما جه جوارديولا اتعرض عليه رونالدو، انا كنت متاكد مليون في الميه انه مش هيجيبه، متاكد مليون في الميه، الناس بتقول لك قرب وهيمضي وبتاع، عمر جوارديولا ما يجي يبوظ الجمعيه بتاعته والشغل بتاعه. ساب الماتش، ساب الماتش ومشي. ما بقول لك انت عندك مشكله، ده اكبر اختبار لتنهاج. تنهاج هيقابل الحته دي ازاي قدام اللعيبه في اوضه اللبس؟ ما كل واحد بيتفرج، بيقول لك ده رونالدو طلع خرج، الراجل ده هيتعامل ازاي؟ الصحافه، الجمهور، اللعيبه، كل ده هيبقى اختبار كبير جدا 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 ليه. لو نجح فيه هو ده الصداع الكبير. خلي بالك لو رونالدو انت لو مكان تنهاج تتعامل ازاي بما انك مستني موقف تنهاج؟
انا لا، هو رونالدو هو صداع في مانشستر يونايتد، فلازم الصداع ده ينتهي. انا من وجهة نظري الشخصيه يعني، هو رونالدو الفتره دي اصلا والفترات اللي فاتت هو بيدور على امجاده الشخصيه او ارقامه وضرب الارقام، مش فارق معاه فين تكتيك فين الفرقه. ممكن يعيد كريستيانو اكتشاف نفسه، يعيد كريستيانو هو امجاده دي محتاج، لو راح يناير يروح فين؟ لا هو مش محتاج يعيد امجاده، هو يعني امجاده موجوده، بس انت يعود الى الشكل اللي بيليق باسمه. بتبني فرقه خلاص. فرونالدو مش من الخطط المستقبليه بتاعت الفريق، انت محتاج فرقه تكون عاوزه واحد يجيب جوان بس، مش بيبني هويه للنادي وبيبني لعيبه صغيره ولعيبه عندها 25 سنه و26 سنه وكلام اوضه اللبس وبتاع، لانه اصلا اوريدي حتى هو مش مساعده في اوضه اللبس، هو بيعمل حاجات تبوظ اوضه اللبس، مظبوط. مش ساعد في اوضه اللبس. كانت حصلت قبل كده مباراة مانشستر يونايتد مع راي فايكانو الودية في منتصف ده غير الموسم ده كمان في حاجه البدايات، يعني، كان لعب شوط اخته امبارح وخرج. كمان اتكلمت، اخته كمان بدات تتكلم عن انستجرام امبارح او اول امبارح، فده موال تاني برضو يعني. ما انت ده هي دلوقتي دايما بتتكلم لا كده كده ده اخته. برضو حوار تاني، ما انت النهارده هتيجي ما انت بتتكلم على مين؟ انت كان رونالدو، فانت اوريدي رونالدو عامل لك صداع كبير. صح. طيب فقرة صور سريعة مع بعض، تمام. هتوجه رسالة تقول أي حاجة عن صاحب الصورة اللي هنستعرضها. الصورة الأولى مدربك السابق السويسري دوكاستال. جه فترة كانت صعبة جدا يعني، مدرب كويس لكن في الآخر جه فترة صعبة جدا جدا كلنا اتظلمنا فيها. كان كويس فعلا، مدرب كان كويس، مدرب كويس لكن فترة كانت صعبة. لعبك ليبرو، ها أول واحد يلعبك ليبرو صح؟ لا واحد لعب لي ليبرو كان كرول، آه لعبتها كتير بس هو أول واحد أول رجعني واحد المنطقة لعبك دي كان كان كرول في كرول. ماتش الأهلي والزمالك. الصورة الثانية الكابتن حسام حسن. كابتن حسام يعني الفترة اللي جه فيها ما كنتش بلعب، واتكلم معايا بس لما بقيت مدرب خلاص حسيت انت ممكن عادي جدا يعني، عادي جدا ان ممكن كابتن حسام مش مقتنع بامكانياتي، مش مقتنع بقدراتي، فاهم ازاي؟ فهي مش حاجة شخصية بيني وبينه خالص يعني. هل هو بيختار فعلا بالحماس اكتر من الفنيات؟ يعني انت كلاعب اتمرنت تحت قيادته يعني. ما فيش حاجة اسمها كده في الكورة يعني. هو لا، هي بيبقى ليه نظرة معينة في اللعيب، عاوز مثلا لعيب السمات في وسط الملعب، الشخصية. لعيب مثلا في وسط الملعب بيضغط قوي مش عارف ايه الكلام ده كله، فممكن ما يلاقيش ده الكلام ده فيا، انا ليا عندي مميزات تانية فهو مش حابب المميزات دي، هي بتمشي كده. لكن ما فيش حاجة اسمها لعيب متحمس بس ما يعني مش هينفذ لي الشغل بتاعي، مش هلعبه اكيد يعني. الصورة قبل الأخيرة سريعا جدا، هنري ميشيل. اتمرنت معاه فترة صغيرة في الزمالك الفترة التانية، برضه مدرب كويس لكن برضه كل دول جم في وسط المشاكل كانت موجودة اللي ما كانش فيها استقرار خالص مادي، وكان ما كانش يعني ما فيش حد يقدر ينجح في الجو كانت ده، فترة صعبة صعبة قوي. جدا. أخيرا شيكابالا. شيكا، انا شيكا اخويا وتربينا مع بعض في المنتخبات واحترفنا مع بعض في اليونان، وربنا كرمه يعني الفترة دي جامد جدا، وكان يستحق يعني، يمكن كان مجهوده او الحاجة اللي حصلت معاه في اعطاء كتير جدا الفترة دي، اعتقد السنتين تلاتة اللي فاتوا وهو بيكلل مجهوده، وهو حاسس كمان بنفسه، وعاجبني جدا ان هو ما عندوش اعتراض على اي حاجه، بيلعب ما بيلعبش، بينزل ربع ساعه نص ساعه في الاخر، هو اهم حاجه ما ينزل بيأثر بيبقى صح. مؤثر، وده المهم في الاخر. النهارده نزل جاب النقاط جاب الثلاث. بالظبط، والماتشات اللي قبليها كمان هو راجل مؤثر جدا في الفريق يعني. كابتن احمد مجدي كالعاده بتبسط جدا بالكلام معاك، حبيبي يا هاني نورتني ربنا يخليك، وشرفتني، وان شاء ربنا الله موسم يخليك سعيد عليك، حبيبي يا هاني، ربنا يخليك انا مبسوط وشوفك بقى اكتر. مدرب في الدوري السنه دي راحتك ان شاء الله. نورتني يا كابتن حبيبي يا مجدي، هاني، ربنا شكرا ليك. يخليك، شكرا. نورنا الكابتن احمد مجدي، وانتوا كمان نورتونا مش بس اليوم ده بس بل الاسبوع باكمله. باذن الله نلتقي يوم السبت في بدايه اسبوع جديد من الماتش، فتحيات كل فريق عمل وتحياتي هاني حتفوت. تصبحوا على خير.